بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مع الأستاذ ميثاقات. طلابنا، إليكم تعاليل الأحياء، التعاليل المرشحة وزاريا لكل فصل. عندنا الفصل الثاني أن رأس العلل أن رأس الإنسان يكون مرفوع نحو الأعلى والنظر بعيد المدى، وذلك لأن الجمجمة متوازنة على العمود الفقري. جيد. علل أن لجسم الإنسان المرونة والانتصاب، وذلك لأن العمود الفقري ضعيف من الأعلى ومتسع من الأسفل. علل يستطيع الإنسان السير بخطوات متباعدة، وذلك بسبب أن الأطراف السفلية أطول من الأطراف العليا. جيد. علل تقوس أخمص القدم عند الإنسان. جواب، وذلك من أجل تسهيل عملية المشي عند الإنسان. علل وجود اليافوخات في جمجمة الطفل، وذلك لتسهيل عملية الولادة. كل هاي التعاليل أسئلة وزارية واردة في السنين السابقة. يلاحظ أن حوض الإناث يختلف عن حوض الذكور، وذلك من أجل تسهيل عملية الإنجاب عند الإناث. جيد. علل تتصل الأضلاع بعظم القصب بواسطة قطع غضروفية. يأتينا أيضا سؤال على الطريقة الثانية، وجود القطع الغضروفية بين الأضلاع وعظم القص، وذلك من أجل تسهيل عملية التنفس، أي يسهل تمدد الحجاب الحاجز. علل وجود قطع غضروفية بين فقرات العمود الفقري، وذلك لتسهيل انحناء الجسم بمختلف الاتجاهات. علل تتصل الأضلاع بعظم القص بوساطة أو بواسطة قطع غضروفية أو وجود قلناها، وذلك من أجل تسهيل عملية التنفس. جيد. تعاليل الفصل الثالث، العضلات الهيكلية عضلات لا إرادية لأنها تكون تحت سيطرة إرادة الفرد، أو العضلات الهيكلية عضلات إرادية سوري لأنها تكون تحت سيطرة إرادة الفرد. العضلات الملساء والقلبية هي لا إرادية لأنها لا تكون تحت سيطرة إرادة الفرد. العضلات القلبية والهيكلية مخططة، لأن كل ليف عضلي يتألف من ليفات مرتبة طوليا ومخططة عرضيا. علل عند قيام الإنسان برفع ثقل يقوم بإنفراج قدميه لتوزيع القوة على الجسم حتى يحصل التوازن. يحرك الإنسان الجمجمة بسهولة للجهات المختلفة بسبب تمركز الجمجمة على فقرة الأطلس. لاحظ. علل قيام الرياضي العداء بمد قدمه اليمنى ويده اليسرى للأمام عند الركض لغرض توزيع القوة على محور الجسم. لاحظ. لغرض توزيع القوة على محور الجسم. علل كفاءة العضلات تقل في الأماكن المغلقة لقلة الأكسجين لأن عملها يحتاج إلى أكسجين. جيد. علل رفة جفن العين بسبب تعب في العضلات المحركة للأجفان. تعاليل الفصل الرابع، تسمية جزء الأمعاء الذي يلي الاثنى عشري بالصائم. ليش؟ لأن الطعام لا يثبت به ويكون خاليا من الطعام عند وفاة الإنسان. علل خلو الأمعاء الغليظة من الزغابات لجعل قطرها بتوسع أكبر من الأمعاء الدقيقة لخروج الفضلات، لجعل قطرها يتوسع أكبر. جيد. علل يسبب تناول كميات كبيرة من اللحوم في وجبة غذاء تعبا للكبد. جيد. لأنه من ضمن وظائف الكبد تحويل البروتينات الزائدة عن حاجة الجسم إلى يوريا خارج الجسم عن طريق الكليتين، فهذا يتعب الكبد. لا تكفرون، لكن بلاش بس تصحى بفلوس. علل لماذا ينصح مرضى السكري بعدم تناول السكريات والنشويات؟ لأن مرضى السكري يشكون من نقص في إفراز هرمون الإنسولين
الذي يقوم بهضم السكريات والنشويات. جيد. تعاليل الفصل الخامس. علل لكريات الدم الحمراء وظيفة تنفسية لاحتوائها على صبغة الهيموغلوبين المكونة من مادة بروتينية وحديد تقوم بنقل الأكسجين من الرئتين إلى الخلايا الجسمية ونقل CO2 من خلايا الجسمية للرئتين. علل تسمية كريات الدم البيض بهذا الاسم لانعدام صبغة الهيموغلوبين فيها. جيد، مهم هذا. زيادة أعداد كريات الدم البيض عند الإصابة بالأمراض لأنها تقوم بالتهام الأجسام الغريبة يعني تأكلها وتكوين أجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الأمراض. علل ينبض قلب الإنسان من الولادة طبعا حتى وفاته دون توقفه، هذا عائد على قدرة العضلة أو قدرة الله سبحانه وتعالى القلبية وكفاءتها العالية. علل يكون لون دم الشرايين عدا الشريان الرئوي أحمر غامق أو قان لاحتوائه على كمية عالية من الأكسجين. يكون لون دم الأوردة عدا الأوردة الرئوية أحمر قان طبعا لاحتوائه على كمية عالية من ثنائي أكسيد الكربون. أيضا علل الدم لا يترك الأوعية الدموية إلا في حالات النزف لأن الأوعية الدموية الشعرية الدموية تصل بين نهايات الشرايين وبداية الأوردة، أي هناك اتصال بين الأوعية الدموية التي يسير فيها الدم. حدوث الجلطة الدموية سبب نتيجة وجود خثرة دم تقوم بغلق واحد أو أكثر من الشرايين التاجية، لاحظ، المغذية لعضلة القلب مما يؤدي إلى عدم وصول الأكسجين والغذاء لعضلة القلب. تؤدي الجلطة إلى الوفاة إذا كانت شديدة. طبعا أصابة البعض بالشلل عند حدوث الجلطة الدموية، عندما يصاب الدماغ بالجلطة يؤدي إلى الشلل. نعم، أصابة البعض بالشلل النصفي عند حدوث الجلطة الدموية، تسبب الجلطة القلبية شلل نصفي للجسم بسبب عدم وصول الدم والأكسجين للدماغ أثناء حدوث الجلطة القلبية. جيد. تعاليل الفصل السادس. علل وجود الشعيرات والأغشية المخاطية والأوعية الدموية الشعرية في بطانة الأنف لأنها تمنع المواد المخاطية دخول الأتربة المصاحبة للهواء، ووجود الشعيرات الدموية التي تعمل تدفئة الهواء داخل إلى الرئتين. علل عدم اكتمال الجدار الغضروفي للقصبة الهوائية لكي، لاحظ، تسمح للمريء الذي يقوم أو الذي يقع خلفها بالتوسع أثناء ابتلاع الطعام. أيضا تعليل يقول بطانة القصبة الهوائية غشاء مخاطي مهدب المادة المخاطية لترطيب الهواء الداخل للرئتين والأهداب لطرد المواد الغريبة الداخلة مع الهواء. جيد. وجود سائل حيوي في الفراغ أو في فراغ الجنب بين الأغشية الرئوية لأنه يسهل حركة الرئتين. علل يقول إذا كان المرض يفتك بأرواح الملايين إلى أو كان المرض يفتك بأرواح الملايين إلى أنه انحسر كثيرا سبب بعد اكتشاف المضادات الحيوية وتحسين ظروف الحياة الاقتصادية للإنسان. جيد. علل أيضا عادة ما يصاب بعض الأطفال من الأسرة نفسها بمرض السعال الديكي لمرة واحدة بسبب إهمال بعض الأمهات حيث تتم العدوى من خلال ملامسة الطفل المصاب أو اللعب معه أو استخدام حاجياته. تعليل أيضا وزاري يقول تلقيح الأطفال باللقاح الثلاثي للوقاية من مرض السعال الديكي والخناق والقزاز. جيد. تسمية مرض السعال الديكي بهذا الاسم لأنه بعد 10 أيام من إصابة الأطفال بالمرض سوف يكون هنالك سعال شديد على شكل نوبات قد تصل إلى 3 دقائق أو 3 دقائق أو ثلاث أو تؤدي بسبب حدتها لا تشبه صوت الديك إلى التقيؤ. جيد.
يعد التدخين من الأسباب المؤدية للإصابة بمرض السرطان الرئة، مكتوب على الجيجاير. تمام، لأن النيكوتين والقطران هي أهم مسبب له. علل: من أجل الوقاية من مرض السرطان يجب الابتعاد عن تعاطي المخدرات والكحول من المواد التي تخفض مناعة الجسم وتجعله عرضة للإصابة بجميع الأمراض ومنها السرطان الرئوي. تعاليل الفصل السابع يقول: إصابة بعض الأشخاص بداء السكري بسبب اختلال عمل غدة البنكرياس التي تقوم بإفراز هرمونات الأنسولين. تعليل وزاري مكرر مهم جدا: كثرة إدرار الشخص المصاب بالسكري بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، إذ تكون كمية الأنسولين المفرزة غير قادرة على إجراء الموازنة داخل الجسم، لذلك فهو يلجأ إلى طرحها للخارج مع البول. يفضل منع أو يفضل امتناع الشخص المصاب بالسكري عن تناول العنب والرز، لأن العنب يحتوي على سكريات والرز يحتوي على نشويات تتحول بعملية الهضم أيضا إلى سكر، وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. أيضا عندنا هنا تعليل: خروج جزيئات البروتينات مع البول، طبعا لأن النبيبات البولية في الكلية لا تقوم بعملها بصورة طبيعية بسبب التهابات معينة. علل: لا يمكن لجزيئات البروتين أن تمر من جدران النبيبات البولية في الحالة الاعتيادية طبعا بسبب كبر حجمها. علم: في حالة الإصابة بالبول الزلالي يجب عدم الإسراف في تناول البروتينات مثل اللحوم. جيد، لأن البروتينات مواد لا تخزن بالجسم مثل الدهون، بل أن الجسم يحتاج إليها بصورة مستمرة وبكميات محدودة، وما زاد منه فإنه يطرح للخارج على هيئة يوريا. جيد، عند الإصابة بالبول الزلالي يجب الإقلال من كميات ملح الطعام، لأن زيادة ملح الطعام في الأكل يؤدي إلى زيادة نفاذية النبيبات البولية وبالتالي زيادة خروج البروتينات من الدم مع البول. يحدث أحيانا تبول دموي تختلف حدته عند المصاب بحصى الكلية، سبب نتيجة لتخدش جدران المجاري البولية عند نزول الحصى من حوض الكلية للحالب. علل: ينصح المصابون بحصى الكلية الإقلال من تناول الطماطم والسبانخ، لأنه تحتوي على أملاح كلسية عالية. جيد، تعاليل الفصل الثامن: الطبقة المولدة تكون عديمة الأوعية الشعرية، لأنه تدعم تغذية هذه الطبقة من خلال ترشح البلازما من الأوعية الدموية الموجودة في الطبقة التي تليها وهي الأدمة. تختلف لون البشرة الإنسان من شخص لآخر بسبب وجود حبيبات صبغة تدعى الميلانين التي تعطي لون البشرة لأي شخص حسب درجة تركيزها وكثافتها. علل: اتصال الغدة الدهنية بحويصلة الشعرة، لأنها تفرز مادة دهنية تمنع تكسر الشعرة. انتصاب الشعرة، لأنه يتصل بقاعدة الشعر ألياف عضلية ملساء لا إرادية لها علاقة بانتصاب الشعرة. تساقط القشرة عند تمشيط شعر الرأس أحيانا بسبب جفاف السائل الذي تفرزه الغدد الدهنية على الجلد فيتساقط على هيئة قشرة. يتعرق الإنسان عندما يصاب بالحمى، الجواب: يلجأ الجسم للتعرق كوسيلة دفاعية لكي تنخفض درجة حرارته، لأن ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق 37.5 يشكل خطرا على حياته. علل: حليب الأم غذاء مثالي للطفل الرضيع، لأن حليب الأم يتميز بنظافته وتكامله ودرجة حرارته مناسبة للطفل الرضيع. عدنا تعاليل الفصل التاسع: حدوث نزف دموي يرافق الدورة الشهرية عند المرأة نتيجة لتجديد جدار الرحم لعدم اخصاب البيضة وسقوطها بعد حوالي 4 أسابيع من تكوينها واستمرار النزف ما بين 4 إلى 7 أيام. علل: عدم قدرة الفتاة على الإنجاب في عمر 10 سنين، لأنها لم تصل إلى سن البلوغ الذي يكون بين 12 إلى 14 سنة، أي أنها غير قادرة على تكوين البيوض.
علل اللجوء في بعض الأحيان إلى أطفال الأنابيب وتعريفهم مهم بسبب سوء حالة الأم الصحية أو إصابة الرحم ببعض الأمراض التي تؤدي إلى تكرار سقوط الجنين. هل يعتبر حليب الأم غذاء متكامل للرضيع؟ نعم، لأنه يحتوي على جميع المواد الغذائية اللازمة للطفل مثل البروتينات والسكريات والفيتامينات والماء والأملاح والعناصر مثل الكالسيوم الضروري لبناء العظام ملائم لدرجة حرارة جسمه، بالإضافة لأنه جاهز في كل وقت. جيد. الكحول من أخطر المواد على الجنين أثناء تكونه لكونه يقلل من كفاءة عمل جسم الأم لأنه مادة مخدرة وضارة. تعاليل فصل العاشر طلابنا. يطلب من الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الأصوات إلى فتح أفواههم. جيد، يعني الأصوات العالية. الغرض معادلة الضغط على غشاء الطبلة من الجانبين. علل إفراز مادة شمعية في قناة السمع لوقاية الأذن من الشوائب الخارجية التي تعلق بها. عند عدم وجود منديل يمكن العطاس على مرفق اليد لتفادي انتشار الرذاذ وإصابة الآخرين بالمرض، خاصة عند انتشار الأمراض والأوبئة ومنها مرض إنفلونزا الخنازير. وجد دخلة على اليد جديدة. أحيانا يخرج دم من اللسان ويتغير لونه للأحمر القرمزي. جواب، بسبب نمو أنواع من الفطريات تسبب مرض الحمى القرمزية. طلابنا لهنا انتهت بالنسبة لتعاليل مادة الأحياء المهمة والمكررة وزاريا. لا تنسونا طلابنا، هذا العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، ما نرجو منكم فقط الدعاء لجميع المرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.